السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم أن تتواصلوا معنا من خلال الأرقام التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال خدمة الواتساب المقدمة لحضراتكم من قناة الرافدين، والتي تمكنكم من إرسال رسائلكم النصية التي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام كما هو المعتاد الفقرة الأولى، المقاطع المتداولة في العراق في مواقع التواصل الاجتماعي. تعيش العاصمة بغداد انهيارا أمنيا ملحوظا من جراء فوضى السلاح وانتشار النزاعات العشائرية المسلحة، بالتوازي مع ذلك أيضا يبرز السلاح المنتشر لدى العشائر العراقية كأحد أهم الأسباب لتداعي الوضع الأمني داخل العراق، إذ من فكت هذه الأسلحة تستخدم في النزاعات العشائرية أو ما يعرف محليا بالدقات العشائرية التي تسببت في العديد من الأحداث الدامية طيلة السنوات الماضية. طبعا تعرف الدقة العشائرية على أنها ظاهرة قبلية تتمسك بها قبائل وسط وجنوب العراق من أجل استرجاع الحقوق دون تدخل حكومي أو قضائي، ولا يكاد يمر أسبوع واحد دون تسجيل وزارة الداخلية عدة وقائع، منها في غضون ذلك اندلعت، أو منها التي سنشاهدها الآن، حيث اندلع نزاع عشائري مسلح في حي البنوك ببغداد وفي وضح النهار في مشهد يعكس حالة الفوضى الأمنية داخل العراق. لنشاهد. نبقى مع ملف الانهيار الأمني والنزاعات العشائرية وأثر ذلك على حياة المواطنين العراقيين. هذه النزاعات التي تجري داخل الأحياء السكنية لطالما كانت سببا بإصابة المواطنين حتى داخل منازلهم. من بين تلك الإصابات التي سجلت مؤخرا هي إصابة رجل بكتفه بطلق نار عشوائي. قصة هذا الرجل عندما أصيب دخل إلى مستشفى الكندي في بغداد للعلاج، تفاجأ برفض الأطباء لعلاجه قبل أن يعرضوا عليه إجراء العملية في المستشفيات الأهلية بعد حصوله على ورقة من الشرطة لكي تستقبله المستشفيات الأهلية. تخيلوا مشاهدينا الكرام أن مواطنا لا يدخل أو لا دخل له بأي شيء يتعرض لإصابة، ينتقل من مستشفى لمستشفى آخر ويمنع من دخول مستشفيات لكي يتمكن من الحصول على علاج بسبب موضوع لا ناقة له به ولا جمل. دعونا نشاهد. عرض سابقا في مواقع التواصل الاجتماعي وعرضناه لحضراتكم، وأيضا تم تداوله بشكل كبير وليس المرة الأولى، عندما يحدث نزاع عشائري في بعض المناطق صادف أن توجد هناك قوات أمنية حاضرة في نفس اللحظة التي يندلع بها النزاع العشائري. النزاع الذي ستشاهدونه الآن اندلع أمام أنظار القوات الحكومية بحي الطاقة قرب تقاطع حي أور في العاصمة بغداد، دون أن تتدخل القوات الأمنية الماسكة للمنطقة والمسؤولة عن بسط الأمن فيها لوضع حد للأطراف المتنازعة التي عكرت صفو الأمن في الحي وروعت سكانه. لنشاهد. مشاهدينا الكرام نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع في موقع فيسبوك. لدينا أبو علي الكناني يقول:
هو هذا السلاح المنفلت في العراق، وكم من الأبرياء قد يقتل من الرصاص الطائش؟ أين القانون وهيبة الدولة في حفظ الأمن من هؤلاء؟ أين العقل في كبير القوم؟ علي البياتي يقول: شنو ذنب العوائل هسة والأطفال؟ قتال بداخل المناطق وأمام أعين الناس، وين القانون لو بس على الفقير؟ أبو عناد السلماني يقول: مع الأسف أصبح العراق وكأنه غابة تسكنها الوحوش، القوي يأكل الضعيف. أيها المسؤولون، أين هيبة الدولة التي تتحدثون عنها؟ وعمار النجار يقول: بلد خربان تحكم العشائر والميليشيات في ظل غياب القانون. هذا طبعا كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت. هناك تفاعل عراقي كبير، إن لم يكن في مواقع التواصل الاجتماعي فهو موجود على أرض الواقع. غضب كبير من الفوضى الأمنية التي تعم العراق. إلى متى يستمر هذا الوضع المنهار من الناحية الأمنية؟ حياة الناس متوقفة، أعمالهم متوقفة، مهددة، لا يستطيع أن يقوم بعمل وهو مرتاح، يقوم بعمل وهو قلق، يشعر بالخوف الشديد طيلة حياته، طالما هو يرى بأن القوات الأمنية تقف موقف المتفرج من هذه النزاعات العشائرية، من بطش الميليشيات، من فرق الاغتيالات والموت المنتشرة في عموم العراق التي تهدد حياة الناس وتهدد حياة كل من يعترضهم. وهنا السؤال: إلى متى يستمر هذا الوضع الذي يعيش فيه العراقيون؟ معنا أول اتصال مشاهدينا، أبو محمد من هولندا، تفضل. السلام عليكم أخي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. والله هاي الظاهرة اللي حضرتك تتفضل بيها طمئن، وهاي الكلام أنا مستمر وأقول وبدون أي نقاش، طالما يحكم العراق حكم ميليشياوي، حكم من إيران، إيران اللي ينطيعاز يريد يخرب العراق، وربما يكسر السلاح بيد العشائر أكثر من ما موجود الآن. نعم، شفنا في التلفزيون وسمعنا بالأخبار كثير من الخروق من الشغلات من المعارك العشائرية، حتى المستخدمين SPG-9 على الجيب، يعني ما صاير هاي. بس لأن الحكومة ماكو حكومة بالعراق، فهي كل رؤساء الوزراء اللي حكموا العراق وعدوا بحصر السلاح بيد الدولة، يعني ذولا بعيدا عن يتحدثون عن منجزات، احنا نسألهم أين إنجازكم بحصر السلاح من الميليشيات؟ بعمرهم ما 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 حد منهم يقوم بهاي، لأن هذا تابع للجهة الفلانية وذاك تابع للجهة الفلانية، ف الجهات اللي تابعة للدول المجاورة فهم اللي يساعدوهم يمنعون الرئيس الوزراء، رئيس الوزراء ما ينتخب إلا بأمر من إيران. فإيران ينطي عاز لا تأخذ منهم السلاح حتى يعني يخرب العراق، حتى يعني وجه العراق أمام المنظور العالمي يكون سيء. وهذا اللي يريدون يشوهون سمعة العراق، وهذا هاي السالفة. سيد أبو محمد من هولندا، أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة معنا. سيد شاكر من السويد، تفضل يا شاكر. السيد شاكر من السويد معنا موجود. السلام عليكم أخي العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ربي يحفظكم ويحفظ جمهوركم. حياك الله. طبعا بالحقيقة يعني سمعت لو ناديت حيا، ولكن عموما الوضع بالعراق أخي وضع يعني يرتى إليه، وضع ميليشياوي، وضع يعني هم تعمدوا أن يقوون سلطة الميليشيات والدولة فوق القانون. يعني من تقوى العشيرة وتقوى الميليشيات ويسقطون الجيش ويسقطون الأجهزة الأمنية، أوتوماتيكيا الدولة ساقطة حكم القانون، بدليل أن الميليشيات مسيطرة على النفط، مسيطرة على التصدير، مسيطرة على كل مرفقات الدولة. هذا يعطي رسالة لدول الخارج أن العراق مو دولة، دولة عشائر وميليشيات. لأن أنا أسأل رؤساء الوزراء المتعاقبين من 2003 ليومنا هذا، أقول هاي اللي عنده عشيرة تحميه، اللي ما عنده عشيرة وإحنا بالخارج وكنا نعرفهم، نقول له يا بلاش تركت العراق، يقول أخويا أنا مثلا مسيحي صابئي
كلداني أنا ما عندي أحد. إحنا كنا بذاك النظام اللي يقولون عليه بائد ويقولون عليه زاهد ويقولون عليه دكتاتوري، بس كانت الأقليات محترمة. الأقليات القانون يمشي على الكل، مطر على الكل. وين القانون اليوم بالعراق سيد شاكر؟ نعم، هو أنا هذا اللي أقول لك إياه، القانون للأقوى بدليل. يعني أنا شلون أحترم يعني منصب رئيس وزراء ويجي واحد مهتلس يقول على الكاظم ليش ما قريتوه من إذنه؟ بغض النظر عن الكاظم سيء مو سيء، بس يمثل العراق، يمثل رئيس وزراء العراق. من يجي واحد يعني أنا عندي سؤال سيد شاكر بهذا الخصوص، هل هو ذنب الميليشيات والعشائر أن هي دا تتمادى بهذه الأفعال الغير قانونية، لو هو ذنب ومسؤولية رئيس الحكومة اللي ما قدر يفرض القانون وما قدر يفرض هيبة الدولة على الجميع، وبالتالي اليوم تطلع ميليشيات تدوس على صورته، يهددون بقتله، يستهدفوه، يحاولون اغتياله، يشتمون ويسبون ويقتلون أي شخص يعارضهم؟ لو كان هناك شخص قوي يحكم العراق ويطبق القانون على الجميع، هل كان نسمع بيوم أنه طلع واحد تجاوز على من يحكم العراق، على الوزير الفلاني، على رئيس الوزراء؟ لا يا صديقي، ما هو هو هذا المطلوب. المطلوب أنه ما يخلون أكو قانون قوي بالعراق حتى الدولة تكون لها هيبتها بين الدول. يعني إحنا بالنسبة أن الميليشيات اللي مقويتها إيران على الدولة وعلى رئيس وزراء يقول ليش ما جريت إذنه، هو واحد ميليشياوي، بعد هذا الإنسان البسيط كيف يقدر يعيش بهيك غابة؟ شوف أنت الأملاك مالهم اللي أخذتها الميليشيات. يعني هاي الأقليات إحنا هنا كلهم نعرفهم، كلهم مهجرين. طيب أنت إذا عندك عشيرة وتحتمي بيها، ما عنده عشيرة وين يروح؟ يعني معقولة هاي الدولة من 2003 لليوم ما تقدر تخلي يعني قانون يحمي الناس المستضعفة، ما تقدر تسحب السلاح من الشارع؟ فهاي مو دولة، هاي دولة. شكرا جزيلا سيد شاكر، يعني أنا أشكر حضرتك، وصلت الفكرة. كنت معنا من السويد، معنا السيد أبو علي من بغداد. تفضل يا أبو علي. الله يسعدك يا أبو. حياك الله. شلونك؟ حياك الله أبو علي، أهلا وسهلا. استاذ محمد، بالنسبه لي دقه نعم. هاي مال البنوك ومال الطاقه، هاي قديمه صار لها 5 سنين مو مال اليوم، هاي احداث جديده. وحتى لو باوع، انا سؤالي حتى لو قديمه، حتى لو قديمه، لكن الاحداث النزاعات العشائريه لليوم موجوده. انت دا تقول انه هاي قديمه، هذه مقاطع حديثه طبعا ليست قديمه، اكو مثلها هوايه، ربما انت شفت مثلها قبل 5 سنين. احنا من 5 سنين ومن 10 سنين والنزاعات العشائريه موجوده. إلى متى يستمر هذا الوضع يا أبو علي؟ ليش الناس عايشة ببيوتها بخوف أنه كل يوم ممكن تجي رصاص طائش، ممكن رمانة، ممكن ينقتل أحد أبنائهم أو يصاب بسبب دقات عشائرية وغيرها؟ أستاذ محمد، بالنسبة هاي صوت الحكومة، هاي مال الكاظم الفاشل الحكومة. طيب أنت هسه ذكرت معلومة حلوة، قلت من 5 سنين هاي الموضوع، أنت شايف هيك مشهد من 5 سنين، يعني قبل الكاظمي، يعني قبل الكاظمي هذا موجود، ومن 2003 إلى اليوم هذه المشاهد موجودة. يعني كل رؤساء الوزراء اللي حكموا صار بزمنهم دقات عشائرية وقتال وغيره. هذا بس ذنب الكاظمي؟ وذول اللي عاد البقية شو؟ بس هاي أسوأ حكومة الكاظم، أتحس وأسوأ وتتمرض على الشعب العراقي. وإن شاء الله يوم الثلاثاء السوداني، سيد أبو علي نعم. محمد الشياع نعم. السوداني من حزب الدعوة، من دولة القانون، اللي حكموا العراق 8 سنوات من 2006 إلى 2014، من 2005 أو 2006، تمام؟ خلال هاي السنين، خلال هاي السنين الدم، القتل، السرقة، كلها بزمنهم. محمد الشياع السوداني كان طرف من هذا الحزب اللي حكم العراق لي 8 سنوات، واللي شهد العراق أسوأ الحقبات أو أسوأ السنوات في تلك الفترة. هذا شو ما تحكي عليه؟ مو مجرب هذا؟ لا، يعني هذا مو مجرب الشخص. سيد محمد، تفضل. ألو، أسمع. بالنسبة للشيعة السودان إن شاء الله تضبطها، والشعب يريح ويعطي كهرباء وخدمات وحزب الدعوة. تدري 70 سنة؟ أي، شبيه حزب الدعوة قبل 70 سنة؟ 70 سنة حزب الدعوة،
تمام. الدعوة أحسن حزب بالعالم. تمام تمام، أحسن حزب من وجهة نظرك، لكن هو حكم العراق صار له لغاية الكاظمي، قبل الكاظمي حزب الدعوة حاكم العراق، حاكم العراق، حاكم العراق. إيش قدم له؟ إيش حقق للعراق؟ قدم قدم استاذ قدم مثل اعطيني مثال. ماشي اعطيني مثال غير دواعش. غير الدواعش، غير الدواعش، شو عندك انت انجازات على ارض الواقع؟ وين المدارس؟ كان راتب زمن المالكي اي احسن راتب. تمام زمن المالكي الرواتب زمن المالكي ما خلوه. واليوم واليوم عندنا، واليوم عندنا بحسب حكومه المالكي نص العراقيين تحت خط الفقر، وين الرواتب؟ الله يخليك 7 ملايين سيارة. تمام. انت مقتنع؟ انت مقتنع؟ نعم. اشكرك ابو علي من بغداد، انت مقتنع بفكرة معينة، ترى العراق جنة؟ ماشي، اطلع سافر شوف بس التبليط مال الشوارع الموجود بالدول المحيطة بينا، عوفك من المدارس، عوفك من المستشفيات، تحكي على 7 ملايين سيارة. يعني انت 7 ملايين سيارة هو مقياسك للثراء؟ طيب شنو بالنسبة للمستشفيات؟ شنو بالنسبة للمدارس؟ الفضيحة اللي طلعت قبل كم يوم، طالبات عراقيات بنات حلوات قاعدات على حديدة تسموها رحلة، مستشفيات العراق بحسب وزارة التربية العراق يريد 20,000 مدرسة، مستشفيات العراق اللي كارثة. شفنا المقطع هسه للرجل المصاب بناء برصاص عشوائي، هذا عندك مو مهم. الوضع الأمني هذا اللي انت تقول، يعني هذا المشهد شايفه قبل 5 سنوات ولا تزال ترى بأن حزب الدعوة هو أحسن حزب بالعالم، اللي قبل 5 سنوات أنت تشهد نفس الحادث اللي اليوم دا نشوفه، حادث متكرر ولن يقف عند هذا الحد، سيستمر طالما غاب القانون. كثير من الأمور حقيقة يقول قضينا على دواعش، حزب الدعوة قضى على داعش وقضى على القاعدة. هو من اللي دخل داعش إلى العراق؟ مو الفشل الأمني، مو الإخفاق السياسي، مو فشل الدولة وهذه الأحزاب. كيف دخلت التنظيمات المتطرفة إلى العراق لولا إخفاق الدولة وفشل اللي يحكموها سمح لهذه التنظيمات أنه تدخل وتلعب بالعراق لعب، وهم صارفين أكثر من 180 مليار دولار بحسب أرقامهم على التسليح وتجهيز القوات الحكومية. وين هاي الفلوس؟ تقول الرواتب المالكي كانت في زمن المالكي أحسن رواتب، أين المليارات؟ سنان الشبيبي محافظ البنك المركزي الأسبق قال الأموال التي تسلمها المالكي كانت تكفي لبناء وطن جديد يتسع ل 30 مليون نسمة. وينه؟ وين الإعمار؟ وين الخدمات؟ أبو صلاح من كربلاء، تفضل يا أبو صلاح. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شلونك أخ محمد؟ حياك الله، أهلا وسهلا. على مود هذه الحكومة، هي حكومة دولة عصابات وهي دولة صاحبة أصلا لقمة للشعب. نعم الحكومة الشعب راح يروح للهوية. وحد أعلق على كلام هذا الأخ المتصل أبو علي بغداد يقول رواتب. الشعب كله هو عنده رواتب. لو هذا هو الظاهر من استفاد أو من استفاد. الشعب تحت خط الفقر. ناس هدق الداخل الله فيك، وهم يريدون هاي الشغله مال العشائر سلب السلاح على مود هم يقولون الناس في واحد في الثاني، لو هم كانوا برا كلهم كانوا شباب اعضاء وكانوا مجرمين. نعم. سيد ابو صلاح، سيد ابو صلاح يقول على حزب الدعوه احسن حزب بالعالم، ومنتظرين إن شاء الله من محمد الشاع السوداني الكهرباء والخدمات والإعمار. هذا الكلام صار لنا جد نسمعه. لا والله هذا حزب الدعوة ما قال عنه، كان هذا الحزب حزب عميل، حزب الدعوة العميل. هو اللي ضرب السلطرية، هو اللي صوت الجراس بالبغداد الحكومة السابقة. هذا الحزب أصلا أسوأ حزب مر على الشعب العراقي. نعم، أنا أشكرك سيد أبو صلاح من كربلاء. نعم، شكرا جزيلا لحضرتك. ويانا هشام من بابل، تفضل يا هشام. فقدنا الاتصال. محمد من امريكا، تفضل يا محمد. السلام عليكم، احيي قناه الرافد. وعليكم السلام ورحمه الله. عمرتي. نعم عمرتي اخوي العزيز، هذا ابو علي، هذا اكبر جيل ايراني. سيد محمد، ما بدون تجاوزات على الشخص، هو اعطى وجهه نظره، رد عليه
بوجهة نظرك بدون تجاوزات أو اتهامات باطلة، عفنا من هاي الموضوع، خلي هو رجل يقتنع عند هاي القناعة، رد عليه. استاذ العزيز هذا مستفاد من عندهم كفيلك الله، هم شايفون الشعب ينتكل، ولو مستفادين من ايران، من حزب الامين الايراني القدر، حزب الدعوه العميد، اما عم تسووا من الشركات العدله، فصخوا لي العراق صريخ، لا طبابه، لا صحه، لا علم، عم دمروا لي البلد. والله العظيم بارحه طلع واحد محمد في جماعه بدر انكتل، والله اتمنى احمى الله والديه انكتل، انفرح مع والديه انكتل. أنا طيب. فرح مع الأوالد، أقول لهم يا كاتلهم يا المعممين أربع معممين، حتى يلطمون بعد، ماكو عنده دعوة. سيد محمد إلى متى تستمر الفوضى الأمنية بالعراق؟ اليوم بدنا نشوف هاي النزاعات العشائرية وكل يوم صراعات ومشاكل، إلى متى يظل السلاح منفلت عند الكل؟ سادي العزيز ما زول أكو معممين حشك تابعين لإيران، وهاي المرجعية حشك القذرة قاعدة بالنجف، ما يكفى العراق طيب. من سنة. كفيلك محمد. شكرا سيد محمد من امريكا. بدون تجاوز يعني نتحفظ على بعض المصطلحات، لكن بشكل عام من يتحمل مسؤوليه الفوضى اللي تحصل بالعراق اليوم؟ من يتحمل مسؤوليه غياب القانون؟ القانون اللي يطبق بس على الفقير، على الضعيف، على اللي ما عنده سند او ظهر. من يتحمل مسؤوليه هذا السلاح المنتشر اللي تتنامى القوة العسكرية عند العشائر وعند بعض الميليشيات أو عند كثير من الميليشيات حقيقة وعند بعض العشائر؟ اليوم نشوف مثل ما قال أحد الأخوة أبو محمد من هولندا، بعض العشائر لديها أسلحة ثقيلة، من أين حصلت عليها؟ كيف تسمح الدولة بأن تصل هذه الأسلحة إلى العشائر أو إلى الميليشيات أو إلى أي شخص غير النطاق المعني بالقوات الأمنية الرسمية؟ شلون وصلت هذه الأسلحة؟ كيف يسمح بأن تنتشر عند الكل؟ اليوم أغلب العراقيين عندهم سلاح بالنسبة لمحافظات وسط وجنوب العراق، معظم اللي موجودين هناك اللي تابعين لعشائر عندها سلاح، هو أيضا يمتلك سلاح، الميليشيات المنتشرة في تلك المحافظات وغيرها عندها سلاح، كيف وصل هذا السلاح إلى هذه العشائر أو إلى هذه الميليشيات؟ والدولة ما دورها؟ ما دور القوات الأمنية في حفظ النظام وتطبيقه؟ مشاهدينا فاصل ونعود بعد ذلك لنكمل الحديث في حلقتنا لهذا اليوم. برنامج مع الناس يبث قضايا سياسية واجتماعية مختلفة. معاناتنا ليس لها حل، ما لها مثيل ابد بكل العراق. نازل نازل نازل، خرجنا مطالبين بإزالة هذه المنظومة السياسية من جذورها، من المدرسة للشغل، من الشغل للمدرسة، وما نقدر، حالتنا تعبانة. نعيش مع الناس لنكشف ما يواجههم من مشاكل يومية. خذوهم وما ندري ها صار لهم أربع سنين، ما ندريهم حيين طيبين. نوصل صوتهم إلى الرأي العام داخل العراق وخارجه. مع الناس تشاهدونه على قناة الرافدين في الأوقات التالية. حياكم الله مشاهدينا الكرام مرة أخرى. دعونا نكمل ما لدينا من فقرات في هذه الحلقة. طبعا بعد يومين ستحل الذكرى الانطلاقة الثانية لثورة تشرين في ذكراها الثالثة. في بداية تشرين الأول انطلقت ثورة تشرين، بعد ذلك توقفت قليلا، ثم عاودت الانطلاق في تاريخ 25 من تشرين الأول قبل 3 سنوات. ستحل الذكرى بعد يومين، وهناك دعوات للتحشيد. طبعا قبل هذا الموضوع، قبل أن ننتقل إلى هذه الجزئية، خلونا نشوف بس هذا المقطع. طبعا القوات الحكومية بدأت بحملات ملاحقة وتفتيش لمنازل النشطاء والمتظاهرين بهدف منعهم من المشاركة في التظاهرات الشعبية المقررة يوم 25 من هذا الشهر. طبعا عدد من الناشطين اضطروا إلى التوجه لأربيل، محافظات شمال العراق أيضا، بسبب التهديدات التي أطلقتها جماعات مسلحة ولائية حذرتهم من المشاركة في التظاهرات.
في محافظة البصرة حكم القضاء المتهم بالانحياز للأحزاب على المتظاهر أحمد مهلهل بالحبس مدة 4 أشهر بسبب تهمة كيدية. طبعا هذا الموضوع جاء بالتزامن مع الاعتداء على منزل المتظاهر محمد الياسري بإطلاق النار بسبب نشاطه الاحتجاجي والسياسي. في غضون ذلك أعرب عدد من أبناء المدينة عن استنكارهم للتهم الكيدية وتفعيل مذكرات إلقاء القبض ضد ناشطي المدينة بدافع الانتقام في بيان لهم. دعونا نشاهد جانبا من هذا البيان الذي شاركت فيه والدة المتظاهر أحمد مهلهل وأطفاله. يتعرض شباب البصرة لأحرار لشتى أنواع القمع والتنكيل من قبل الحكومة المحلية وأدواتها في تقييد حرية التعبير عن الرأي الذي كفله الدستور العراقي من خلال المادة 38 أولا، بل يتعدى الأمر إلى كيل التهم الكيدية وملاحقة من يعارضها بدافع الانتقام، كذلك تميز فيها على حساب فئة أخرى تنتصر لبعض التوجهات السياسية وتغض النظر عن انتهاكاتها الواضحة، بينما تتعامل مع الناشطين المدنيين السلميين بكل بطش وانتقام، مستغلة وسائلها لتضييق الخناق عليهم وتمنعهم من ممارسة حقوقهم الدستورية. اليوم نقف أمامكم ونحن مضطرين بالجراح، فلنا أقوى شهداء تم اغتيالهم، لم تتم محاسبة من اقتالهم غدرا، ولم تسعى الحكومة المحلية لاستنكار قتلنا حتى بتصريح إعلامي، في حين نجدها تذوب وتدافع عن القتلة وقضية الشهيد عمر فاضل خير دليل على هذا الاصطفاف الواضح للحكومة المحلية مع قتلة المتظاهرين. والآن لدينا أقوى قابعين في السجون دون وجه حق، بل ينكل بهم داخل السجون بسبب التوصيات السلبية من قبل قادة سياسيين متنفذين، وكذلك العشرات من الناشطين المدنيين المهددين وعوائلهم علنا دون إزراء أمني حقيقي يؤمن حياتهم أو يخشب الأطراف التي تهددهم. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، ننتقل إلى مقطع آخر، حيث حددت مجموعة من التنسيقيات يوم 25 من الشهر الحالي موعدا جديدا للاحتشاد في بغداد، فيما يشير مراقبون إلى أن التظاهرات المقبلة قد تتضمن خيار الاعتصامات في الميادين بالإضافة إلى العصيان المدني. طبعا الناشطون طالبوا في بياناتهم بحكومة انتقالية مؤقتة بإشراف أممي تقودها نخبة من الوطنيين، على ألا يكون فيها أي شخص من العملية السياسية والحزبية التي قادت البلد إلى الضياع منذ 2003 إلى الآن. يشمل هذا الكلام السلطة التنفيذية القائمة المتمثلة بمصطفى الكاظمي، إلا أن هذه المطالب لم تبصر النور بعد مضي الحكومة وأحزابها في خيار المحاصصة وتكليف محمد الشيع السوداني لتشكيل الحكومة. لنشاهد جانبا من بيان ثوار تشرين المتعلق بالتحشيد لتظاهرات 25 من تشرين الأول. إن هذه المنظومة الحاكمة غير قادرة على النهوض بالبلد، فبعد عقدين من تربع الأحزاب ذاتها على عرش السلطة ومخالفتها لكل الأعراف الدولية والقانونية التي تضمن للمواطن العراقي العيش الحر الكريم، فضلا عن عدم سعيها وتجاهلها لتفعيل قانون الأحزاب الذي أقرته بنفسها والذي يمنع تسيد أمراء السلاح والمال على رقاب العراقيين، هذه الأسباب وغيرها الكثير دفعنا والعراقيين جميعا للتيقن من أن أي حكومة تنتجها هذه الأحزاب ستولد ميتة بلا شك، وليست حكومة الإطار استثناء من ذلك، وهو ما دفعنا للمطالبة برحيل سياسيين فساد والقتل والسرقات غير مأسوف عليهم، وبتشكيل حكومة إنقاذ وطني في الخطوات المتواصلة الأخيرة في العاصمة بغداد. مشاهدينا الكرام، تفاعل الناشطون العراقيون في موقع تويتر مع وسم التحرير ثورة الطوفان. دعونا نتابع بعضا من التغريدات التي وردت. سلام الحسيني يقول: ناشطون ومتظاهرون يطلقون هاشتاغ التحرير ثورة الطوفان لبدء التحشيد والنزول للشارع رفضا لتشكيل الإطار التنسيقي الموالي لإيران الحكومة. الهاشتاغ بدأ يأخذ صداه من النخب الوطنية وكل من يستشعر خطورة تمكن الإطار من الحكم. تغريدة لدينا من حمزة يقول: عدم القبول والرفض لأي حكومة تشكلها أذرع إيران لابد أن تصبح ظاهرة، هذا الرفض يجب أن يطرح باستمرار في العمل مع الأصدقاء في التواصل الاجتماعي إلى آخره،
لعلنا نحظى بلحظة أخرى كلحظة تشرين تكون النهاية لكل هؤلاء العملاء. تكون النهاية لكل هؤلاء العملاء. يوسف يقول: المشاركة في تظاهرات 25 تشرين 2022 لرفض حكومة الإطار الولائي فرض عين وطني. فرات علي يقول: إن السماح للإطار وميليشياته بتشكيل الحكومة هو خيانة لدماء الشهداء، فلم نقدم كل هذه الدماء من أجل أن يعود حزب الدعوة للحكم. أما كفانا ما فعلوه بالبلد على مدى 19 عاما، هل ننتظر منهم أن يصلحوا ما فسد بأيديهم؟ هل نترجى منهم خيرا؟ هذه تساؤلات تطرح من ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي، ولربما توجه إلى السيد أبو علي من بغداد. ما الذي حققه هذا الحزب وإن كان قد أنجز؟ لماذا ملايين العراقيين قاطعوا الانتخابات التي شارك فيها هذا الحزب؟ لماذا يرفضون العملية السياسية؟ ملايين العراقيين، الغالبية العظمى من العراقيين ترفض هذه الأحزاب. معنا السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر. أبو عمر، حياك الله أستاذ محمد بغداد، حياك الله، حيا قناة الرافدين والسادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا، حياك. أهلا وسهلا أستاذ محمد. إحنا نعرف العراق من 2003 لحد الآن سلطة الأحزاب اللي حكمت العراق، يعني بدون أن تقدمت لشيء للعراقيين. لا رجعت المعامل، ولا رجعت الزراعة، ولا الصناعة، ولا تعيينات. كلها اللي مستفادة منهم أنصار، يعني نقدر نقول حزب الدعوة العميل اللي حكم العراق 8 سنين، والآن اللي يحاول يريد معه مع يعني إصراره على الحكم بالسيف، لأنه إيران هي تابعة لحزب الدعوة، والدعوة أيضا يمشي بكلام علي خامنئي، لأنه كل الأمور اللي قاعد تسري بالعراق اللي هو حزب الدعوة اللي قاعد يأذي العراقيين من 2003 لحد الآن. أنصار حزب الدعوة أكو نعم ناس مستفادين من حزب الدعوة، لأنه ناس خذوا العراق وما لهم حب للعراق، فمستفادين من هذول الحزب الدعوة العميل اللي تعطيهم رواتب، واللي أعطتهم امتيازات، واللي أعطتهم وظائف، واللي أعطتهم يعني مبالغ أكثر يعني من اللازم. نعم أكو ناس مستفادة من حزب الدعوة، لكن مو نقدر كل العراقيين مستفادين من حزب الدعوة. حزب الدعوة العميل اللي حكم العراق، اللي حاول يريد بالترشيح محمد شاه السوداني، اللي يريد من مالكي انه يريدون يظلمون العراقيين بعد اكثر واكثر. لكن ثورة تشرين المجيدة المباركة اللي هي نقدر نقول تكينا بمعناق حزب الدعوة وكل الاحزاب اللي حكمت العراقيين، سوف تنتصر على هذه الاحزاب والحكومات الفازة. لأن شنو رأيك للبعض نعرف هي سيد أبو عمر، شنو رأيك بالبعض اللي يعني كانوا ضمن العملية السياسية واليوم صاروا بمواقع التواصل الاجتماعي يحثون الشباب، يحثون العراقيين على عدم النزول والمشاركة؟ يعني مثلا فائق الشيخ علي اللي حاول يركب موجة تشرين ضمن كثير من يحاولون ركوب موجتها منذ انطلاقتها، اللي كان ضمن العملية السياسية اللي مجد بالاحتلال الأمريكي اللي دمر العراق وجاب ذوله، اليوم وصار لفترة يطبل مواقع التواصل انه لا، لا حد ينزل، لا حد يضحك عليكم، لا حد ينزل للشارع. شلون يصير تغيير اذا الناس ما نزلت للشارع وظلت قاعده ببيوتها؟ شلون؟ استاذ محمد، بالنسبه اكو ناس يعني كثير من يعني محترماتي ثوره اللي سموا اسمهم بانه من هم يعني داخلين ثورة تشرين، هذول من حركة امتداد وباقي الحركات اللي صارت ويا الحكومة وصعدت على أكتاف دماء شهداء ثورة تشرين. هذول أصلاً كل العراقيين وثورة تشرين يعرف فيهم أنه ناس هي صعدتهم الأحزاب وسلطة الحكومة على مود يقدرون يكسرون ثورة تشرين، بأن هذول هم ثورة تشرين صارت بالحكومة. لا، هذول يخطئون وخطئانين، لأنه العراق هو على شكل يعني عام كل العراقيين والمحافظات والعالم يعرفون بأنه هاي الحكومات سرقت العراقيين، سرقت أمواله، وكثير من المبالغ يخبوها، هربوها للخارج،
وبناء المولات، بناء الكليات، بناء الجامعات اللي هي سلطة الأحزاب المستفادة. المواطن العراقي ما مستفاد من عندهم، وعندنا خط نسبة يعني الفقر أكثر من 36% تحت خط الفقر. وين الأمور اللي قدمتها سلطة الأحزاب للشعب العراقي من 2003 ولحد الآن؟ شكرا سيد أبو عمر من بغداد. أنا أشكر حضرتك للمشاركة، وصلت الفكرة. معنا السيد أبو علي من واسط، تفضل يا أبو علي. السلام عليكم سيد الكريم، مساء الخير. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله. سيدي بس خلينا أعقب على الانفلات الأمني، يعني هو ماكو كان أمن حتى صار انفلات أمني. يعني أساس العراق من 2003 لحد الآن السلاح منتشر بالشارع، هناك ميليشيات تطبق قانونها هي وما تطبق قانون الدولة، لذلك يعني ماكو هو انفلات، أن أكو مزيد من التجاوزات الأمنية على القانون، هذا صحيح أنا معك أتفق معك. أما هو ماكو انفلات، لأن تشوف الآن متى ما رادت واحدة من الميليشيات يطلعون يسدون الشوارع وانتهى الموضوع، ما حد يقدر يشيل وياهم. نعم. يعني إذا هم إذا يطوقون المنطقة الخضراء، يعني شو تتوقع أكو بعد أمن؟ أعتقد ماكو أمن. نعم. أما الثورة تشرين وخاصة طبعاً ثورة تشرين هم البداية ظهر 1 أكتوبر، وبعدين أتذكر وقتها كانت الأربعينية فأنطوا مهلة. نعم. على الأربعينية ورجعوا لهم 25. هنا الحكومة تستغلها استغلالين، خاصة حكومة الكاظمي. الأول حتى يعني تعتقل النشطاء ودب السجون وكذلك الميليشيات تشتغل، هذا حتى تغلي الشارع حتى يخرج مرة ثانية ويوقف تشكيل الحكومة، لأن تشكيل الحكومة ضد الكاظمي، لأن تعرف أن الكاظمي وقف وقال قال إحنا لو طلعنا العدنا راح يصير زلزال بالعراق، شو وقت يطلعون العدهم الله أعلم، ما أدري ليش ضامنين عندهم شيء، وياتي إذا عنده شيء على الحكومة هذه الجديدة اللي راح تتشكل، ياتي طلع حتى الشعب يرضى. الشيء الثاني كذلك حتى يظن يخوفون ثورة تشرين، لهم لحد الآن سيد الكريم لحد الآن ما فاهمين ثورة تشرين هي شيء. ثورة تشرين هي مو خروج أحزاب ولا خروج معارضة، ثورة تشرين هي ردة فعل شعب إلى قمع سلطة، قمع أمني وسجون وتكبيل للرأي، كتم الحريات، هي هذه الثورة هم جايين يستوعبون. يعني لحد الآن هم ما فاهمين ثورة تشرين، لكن ثوار تشرين ترى مو شرط يطلعون، ثوار تشرين الان قاعدين ينظمون شغلهم، ينظمون لانهم يعني ثوار تشرين للاسف ضيعوا الفرصه الذهبيه عليهم، فما راح يضيعونها مره ثانيه. ما يعني شوف سيد ابو علي، موضوع ضياع الفرصه الذهبيه هو حقيقه لا تزال الفرص موجوده، فرص مو فرصه، فرص كثيره امام العراقيين بامكانهم انه يغتنموها حتى يخلصوا من هذا النظام. القوة القمعية الداخلية والدعم الدولي لهؤلاء المجرمين هو اللي يقوض جهود الثوار وجهود العراقيين بالخلاص من هذه الأحزاب، لكن هناك فرص كثيرة. نقول الفرصة الذهبية اللي كانت عند الأحزاب اللي ما قدروا يستغنموها يغتنموها من أجل تصحيح الوضع بالعراق، اللي جتهم أكثر من فرصة، الفرص الذهبية اللي المفروض يعمرون بها البلد، اللي المفروض يبنون هذا البلد يرجعوه مثل ما كان في السابق، لا اجتهم فرص وفوتوها، لكن العراقيين فرصهم ما راحت بعدها موجوده. زين تسمح لي بس انه اختلف معك بالراي هذا، اختلف معك بالراي. اول شيء الاحزاب سيد الكريم الحرامي مستحيل يصير حارس للبنك، مستحيل تخليه الحرامي هو تخليه حارس مصرف، يعني حتى لو صار حارس مصرف الدي ان اي مالته يحركه ويبوك، فهم مستحيل يصححوا هذه الامور، لان ما يقدرون، ما عندهم رؤيه استراتيجيه. الفرصه الذهبيه سيد الكريم نتحدث عنها، لاول مره الشعب يجتمع على كلمه ويطلع طلعه واحده، وقف معاه كل الشعب العراقي باي مكان موجود، احنا ندري انه هذه السلطه الموجوده حاليا هي جابتها الدول الاقليميه وهي راضيه عليها. فالفرصه الذهبيه وبكتها ترى حتى يغيروا طلعون اليوم ما راح يغيروا رئيس الوزراء، بس من طلعوا بيوم 2019 غيروا رئيس وزراء، هذا اول مره يصير بالعراق. طبعا نعم انا اصل وياك هاي النقطه واشكرك سيد ابو علي، طبعا واختلف وياك بجزئيه انه ثوره تشرين غيرت رئيس الوزراء، عادل عبد المهدي ما كان ليتغير لولا الكلمه اللي طلعت من النجف من المرجعيه اللي احرجتها ودفعتها الى الاستقاله، لولا هذا الحديث لما تغير عادل عبد المهدي. اذا بين المرجعية وبين رئيس الوزراء انفض الموضوع، وكلمة الشعب وإرادته كانت لا شيء بالنسبة لهم، والدليل والنتيجة أنه أكثر من 1000 شهيد وأكثر من 30000 جريح خلال سنة، والحكومة ما استقالت، عادل عبد المهدي ما استقال، استقال لما طلعت هاي الكلمة، وكلمة
ممثل المرجعية عبد المهدي الكربلائي الشهيرة، دير بالكم ليروح الحكم لغيركم، كانت كلمة موجهة للأحزاب الفاسدة. خلونا ننتقل مشاهدينا إلى موضوع آخر لدينا سريعا. طبعا ضمن القضية أيضا التي لدينا، القوات الحكومية فضت اعتصاما مفتوحا لمئات المتظاهرين من خريجي الكليات والمعاهد التقنية صباح هذا اليوم أمام مبنى مجلس محافظة ذي قار بالقوة. شهود عيان قالوا أن المتظاهرين طالبوا بفرص عمل وتعرضوا للقمع باستخدام القوة المفرطة. خلينا نشوف. نبقى مع نفس الموضوع مشاهدينا الكرام، القوات الحكومية لم تكتفي بهذا الموضوع، لم تكتفي بفض الاعتصام كما شاهدنا، بل لاحقت المعتصمين في الشوارع والأزقة المجاورة لمبنى ديوان المحافظة واعتدت عليهم بالضرب، بالرغم من وجود خريجات اصطحبن أمهاتهن المسنات في العمر بينهم. ونفذت تلك القوات حملة اعتقال طالت عددا من المعتصمين، فيما لم يتسنى معرفة مصير المعتقلين حتى هذه اللحظة. الله أكبر، ما تستحوا معي، سؤال يوجه، أين قوة هذه الأجهزة الأمنية على الميليشيات وعلى العشائر التي تملك السلاح؟ خلونا نشوف سريعا التعليقات مشاهدينا الكرام. لدينا تعليق من رند تقول: هي مظاهرات سلمية، ليش هالاعتقالات؟ صار اللي يطلب حقه مو خوش ويعتقل؟ نور يقول أو تقول: في هذا البلد أصبح لا قيمة للتعليم، إنما للواسطات هو المحرك الأساسي للتعيين، ليش ما تعيننا مدرسنا أو مدرس هو وتعب، تقصد على الخريج. سيد سلام يقول: إن قوات الأمن متحزبة ولن ينفع معها سوى أن الشعب يخرج أجمعه لإسقاط الأحزاب الفاسدة. وكاظم يقول، المحامي كاظم يقول: شرطة ذي قار مستهترين قبل كم يوم بأمر من قائدهم قتلوا طفل، واليوم يضربون شباب تطالب بأبسط الحقوق التي سرقتها الأحزاب الحاكمة. خلونا ننتقل سريعا إلى ما لدينا أيضا، الكهرباء. طبعا أفاد مصدر في كهرباء البصرة اليوم أنه تم انقطاع التيار الكهربائي عن جنوب عن المحافظة بشكل تام بسبب خروج إحدى المحطات عن الخدمة جراء ارتفاع الرطوبة. وقال المصدر إن عملية خروج المنظومة تمت في ساعات متأخرة من الليلة الماضية واستمرت حتى الآن. لنشاهد. طيبتنا بالبصرة كبيرة، وداعت الحسين وداعتكم يا مواطنين يلي ما تدرون شنو اللي جاي يصير خلف الكواليس. هسه استغرب وحده من المعاناه بالبصره، اذا تلاحظون بس يصير شرجي تطفى الكهرباء، شنو الفيلم ما حد يدري. هسه صار شرجي تقريبا البصره بنسبه 75% طفاء، وهاي الاطفال بالشارع. صار الجو شمال وتحسن، طب 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 دققوا البيبان جبايه. مين تلقاها الخاطر؟ الله ادري هاي شنو ذنب هاي الناس وغير الاطفال والمرضى بداخل المنازل. حكومتنا المحليه عندكم حلول جذريه للبصره؟ مو صرفنا تريليونات وحسب تقريركم يا حكومتنا المحليه الى اين بالبصره والاطفال؟ وبالتالي خليجي 25 راح يكون بالبصره. بس ارجوكم من يصير الجو شمال لا تفترون عن الناس وتدقدقون بالبيبان وتفرضون جباية. مشاهدينا الكرام، إلى فقرة الهاشتاج.
دعا ناشطون عرب وفلسطينيون أبناء الشعب الفلسطيني إلى التصدي لمشروع إيران الذي يخدم المشروع الصهيوني والقاضي بصناعة فجوات بين الثورة السورية والقضية الفلسطينية. أكد الناشطون في حملتهم أن الشعب الفلسطيني يخوض معركة ضد احتلال جاء مستهدفا الإسلام والمسلمين، ولا يستهدف فقط من يعيش احتلالا وقتلا وتشريدا في فلسطين. وشددت خطابات الناشطين على أن إعادة حركة حماس علاقتها مع النظام السوري المغل في دماء شعبه تعد طعنة في قلوب المكلومين، وقد زادها ملحا على جراحهم النازفة إعراب قيادة الحركة عن طي صفحة الماضي مع النظام والافتخار بما سمته اليوم العظيم الذي عادت فيه حماس لحضن النظام في دمشق. خلونا نشوف التغريدات أو بعضا منها التي جاءت مع وسم حماس في حضن الأسد. مصعب يقول: هل نبيع أرواح آلاف الشباب الذين ماتوا في مسالخ الأسد تحت التعذيب؟ هل ننسى آلاف الأسيرات في سجون الأسد؟ هل ننسى ذلك الرجل الذي دفن حيا وهو يقول لا إله إلا الله وهم يقولون له قل لا إله إلا بشار؟ هل دماؤنا نحن الفلسطينيون دماء ودماء السوريين ماء؟ هل من جواب؟ مايا تقول: بشار الأسد، ألستم أنتم من قتلنا أولادكم ودفناهم بجورة التضامن؟ مندوب حماس: نعم نحن بشار الأسد، تعالوا تفضلوا نشربوا كاسة شاي بمناسبة هالذكرى الحلوة. أحمد ياسين لن يرضى بتلك المهزلة. تغريدة من باسم يقول: إذا كان قادة حماس باعوا دم الفلسطينيين الذين قتلوا على يد المجرم بشار ومن قبله أبيه، فإن السوريين الأحرار لن يتنازلوا عن قطرة دم واحد للفلسطينيين قبل السوريين أريقت على يد هذه العصابة. ورشا تقول: إذا كنا مدافعين فاشلين عن القضية فالأجدر بنا أن نغير المدافعين لا أن نغير القضية. رحم الله الشيخ أحمد ياسين والدكتور عبد العزيز الرنتيسي ومن كان على نهجهم. مشاهدينا الكرام، بهذا نصل إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم. أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة، وإلى اللقاء.